حبايبي جريد فور، كل سنة وانتم طيبين. احنا خلاص هنرجع المدارس وناخد حاجات تفكرنا باللي احنا خدناه زمان. ايه الحاجات اللي انا عايز اطلع بيها من جريد 1 و2 و3؟ عايزك تتعلم تفتكر ازاي كنا بنقرا النمبر، وطالما قريناه يبقى لازم نكتبه، وطالما كتبناه فانا لازم ابقى عارف. حبيبي ركز بقى، ابقى عارف حاجه اسمها فاليو وبليس فاليو. طب تعال مستر نشوف الكلام الجميل اللي انت بتقوله ده. بيقول لي ذا ديجيت ان 10 مليون. استنى يا مستر، انت يا مستر مديني نمبر كبير، انا هكبر قوي عشان نشوف. بص كده حبيبي، هكبر تاني. بص بقى يا مستر، النمبر ده مين البليز بتاعه 10 مليون؟ انا يا مستر ناس اتعلم عشان لما تروح اوقف وانا اشرح. تقول لي كده 1 2 3 كوما، يبقى دي عيله الوانس. 1 2 3 كوما، يبقى انتوا عيلة الثاوزند. 1 2 3 خلصوا؟ يبقى انتوا عيلة المليون. انا لما اروح اقول لنفسي انت مديني بيج نمبر، لارج نمبر، نمبر كبير. استنى انا هفكر نفسي، 1 2 3 دول عيلة، دول عيلة الوانس. 1 2 3 اللي بعديهم انتوا عيلة الثاوزند. 1 2 3 انتوا عيلة المليون. طب وايه اللي استفدته يا مستر؟ اسمع بقى حبيبي، كل عيلة عندها ثلاث ولاد. كل عيلة عندها ايه؟ ثلاث ولاد. طب انا مش عارفهم، تعالى افكرك. اسمع وتعلم، لو انا كتبت كده 3 4 2 1 2 3 وانا جاي من الرايت، انا جاي من اليمين، يبقى انتوا عيلة الوانس. الوانس ده زي جده، عنده كام عيل؟ عنده ثلاثة. أول واحد وانس، اللي بعده تنس، اللي بعده شهر. شوف، هنروح كوما ونكتب عيلة تانية 1 2 3. العيلة اللي بعد الوانس اسمها عيلة مين؟ ساوسن. الله عليك، ساوسن. ايوه كده، علي صوتك. طب وعيلة خالته ساوسن دي عندها كام عيل؟ 3. مين هما؟ وانس، تنس، هاندر. الله، يعني عندها زي نفس الاسامي. ايوه بس في الثاوزند. كوما، عندي عيلة بعدها، عيلة مين؟ وعيلة المين عندها كم ولد؟ مين هم؟ هو ده حبيبي اللي تروح تعمل ايه؟ تفضل تعيد. تعالوا حبايبي بقى نطبق. يبقى انا عايز في عيلة مين؟ وعايز مين في العيلة؟ مين في بيت التن مليون؟ الله عليك، شفت الواد ما رضيش ياخد من العيله دي؟ ده عيله الوانس. ما رضيش ياخد من العيله دي؟ عيله التنس. راح خد من العيله دي، خد مين من العيله؟ ما خدش السكس عشان ده 1 مليون، خد مين؟ فور. يبقى دي الاجابه بتاعتي. انا حبيبي اروح، السؤال ليه طريقه في الاجابه. اقول تاني؟ لا حبيبي تهز دماغك ازعل، لا انت بقى تقول. يلا امشي مع ايدي هنا. ايه عندهم؟ ايه عمر حبيبتي؟ ايه يا بابا؟ الوانس ده عيلة عندها ايه؟ علي صوتك. شكرا. العيلة اللي بعديها عيلة مين؟ ما تبصش عليا. عندها كام؟ مين هما؟ العيلة اللي بعديها عندها ايه؟ عمر يروح يذاكر كده، يوقف الفيديو عند الجملة دي، يوقفها وانت بتشرح.
وتشاور بايدك على كل بيت. يبقى انا هنا، يلا كل واحد فيكم هيجاوب، مين في بيت التنس؟ يلا فكر وارفع ايدك قبل ما تجاوب على المساله دي، مين في بيت التنس؟ يلا يا مرايا. طيب اللي جنبك يا عمر، ها؟ حبيبي انا بقول لك في بيت التنس، تقول لي وانس؟ طب اللي جنبه؟ ايه؟ او؟ طيب حبيبي. زيرو؟ طيب حبيبتي شكرا. هي يا ملك، يا ملك اه. انا عايز في بيت التنس حبيبتي. هي لك بيت خلصت اربعه، انت اللي طيب هي بص بتسالني لسه عمر، مين حبيبي في بيت التنس؟ الفور. هي يا عمر. الله عليك يا مستر، ما هو 1 10 100. طب ما هنا 1 10 100 1 10 100. لا يا حبيبي، ده 10 بس في ال 1000، ده 10 بس في المليون، يبقى ما باخدش لا ده ولا ده، ادي التنس اهي فور، هو ده حبيبي. فلو سمحت انا هعمل ستوب. حبايبي بعد ما انا قلت لهم ازاي يتعلموا يذاكروا هنبدا نلعب. هبدا بعمر. يا عمر مين في بيت الوانس؟ بص لا يا حبيبي، اللي اساله ما يبصش في وشي، يبص على البورد. هتقول لي يا مستر طب ما هو ده في الوانس، طب ما هو ده الزيرو في الوانس، طب ما هو كمان لو حطينا 7 و8 و9 ادي ده في الوانس. ناخد مين من التلاتة يا ملك؟ اللي في عيلة الوانس نفسه. طب يا حاج عمر ليه ما خدش الراجل ده؟ الله عليك، ده 1 في 1000 يا برنس ادم. ليه ما خدش ال7 في عيلة ايه؟ طب يلا يا لوجي، ال7 دي في عيلة مين؟ مليون. المليون يبقى العيلة اللي في النص خدت 1000 في ال 1000. العيلة التالتة عشان في عيلة رابعة، البليون المليارد. عرفت حبيبي لما تروح تذاكر ازاي؟ حاضر استنى يا مستر احنا لسه بنلعب. يلا مين في بيت ال 100؟ فكر. يلا بقى ومعانا مين على التليفون؟ عمر اسلام. عمر اسلام اه سوري انت مالك، سوري مالك، ها مالك، مين في بيت ال 100؟ بصوا بقى معايا انا ما بقولش لا صح ولا غلط، الراجل ده اختار دي. طب ليه يا عم ما خدتش الفايف؟ عشان في الثاوزن. شوف لما اقول له ليه لا بيقول لي عشان كذا. طب ليه يا حبيبي ما خدناش الناين؟ عشان في المال. الله عليك يلا، الله ايه الحلاوه دي. يبقى هنا ناخد الثري، تعالى نعمل ستوب. حبايبي تعالوا نلعب تاني. لو انا قلت بقى 10,000 يا ترى مين البليس بتاعه 10,000؟ حبايبي بيفكروا، ما ينفعش اجاوب على طول من غير ما افكر. يلا يا برنس مين البليس؟ ايه ده؟ هو انت دلوقتي بتراجع لي كلمه بليس؟ ايوه بليس فاليو. مين حبايبي عرف؟ مين البليس 10,000؟ يلا يا عمر تعالوا نشوف الراجل الجميل ده. يا مستر ده في بيت التن، وده في بيت التن، وده في بيت التن، بس انت عايز 10,000 يبقى باخد اللي في ال 10,000. اكسلنت، ادي يا مستر الولد، برافو عليك. يلا واحدة كمان. طب عايزين في بيت المليون، مين في بيت المليون؟ مين البليز بتاعه مليون؟ قول يا عمر. طب ليه ما ناخدش الايت؟ بص هنا. ايوه. عشان في ال 10 مليون. طب ليه ما اخدش الناين؟ عشان هي ال 100 مليون. الله، يبقى هناخد مين؟ السيفن. اشمعنى؟ عشان انت كلمه وانس لما هيجي يقول مش هيقول لك 1 مليون، يقول لك بيت المليون. بيت المليون. نقول تاني؟
طبعا انت عايزني افضل اقول تاني وتالت ورابع. حبايبي تعالوا نكمل بقيه السؤال الاولاني. المره دي بقى قال لي انا عايز الفاليو. اكيد لما اقول لك فاليو مش بليز فاليو، يعني مش هقول له بيت مين. الفاليو بتاع الثري فين؟ الثري هنا حبايبي اهي. لا يا عم في حاجه اسمها جنب وهي واقفه في بص اسمع بس اسمع. احنا قلنا دول بيت مين؟ شكرا. ودول مين؟ والاثنين الاخرى مين؟ طب دول لما اجي اقراهم اقراهم الاثنين مع بعض كام؟ فكر قولي حبيبتي على مين؟ حاضر. ها 23 مليون. برافو. طب انا لو خدت التو بس هتقريها ايه؟ 20 مليون. الله. تاني انا خليتك تقراهم مع بعض فقلت لي 23. طب لو اخد التو بس 20 مليون. طب يلا بقى هناخد الثري، يبقى مش هاخد دي. اقرا بقى الثري بس. 3 مليون. ما اقولش 33. مين بقى في دول 3 مليون؟ هل دي 3 مليون؟ لا. طب دي 3 مليون؟ لا. طب دي 3 مليون؟ لا. ادي حبيبي اهي الاجابه. انا لازم اجاوب بعدين اروح ادور عليها. تعال نشوف المساله اللي بعدها. The value of 4 اهي بنفس اللعبه بس هنا في زود حته جديده. الفور هنا، الفور هنا اهي. يا ترى الفاليو بتاعها كام؟ كلمه فاليو اروح اقراها. هي الفور لما اجي اقراها هي بيت مين؟ شكرا. الفور في ال10 ولا ال1 ولا ال100؟ يبقى اقراها ايه؟ 40. الله يا ولد 40,000. بص 40,000 ده اسمه الفاليو. طب انت عايز ايه؟ مش هي دي الاجابه. تعالى بقى بص، هي 10 تايمز الفور في دول. ايه ده يا مستر السؤال الغريب ده؟ بص يا عم زي ما اقول ايه، انا معايا قد اللي معاك اربع مرات، انا معايا 10 جنيه او انت معاك 10 جنيه، يبقى انا معايا كام؟ تاني انا معايا قد اللي معاك اربع مرات، انت معاك 10 جنيه يبقى انا معايا كام؟ 14. الله عليك يا نوشي. طب يلا تاني ملك، انت معاكي 20 جنيه، انا معايا قد اللي معاكي ثلاث مرات. لا هتجاوبي بدون اذن ازعل. انت 20 جنيه وانا قد اللي معاك ثلاث مرات، يعني بنت 40 كمان 60 صح؟ نعيد بقى تاني. دي 40,000 هي 10 تايمز الفور. تقول له استنى بقى استنى، الفور دي في بيت مين؟ 10,000. برافو. يبقى ما تنفعش لان دي زيها. انا عايز دي اكبر من حاجه هنا. بص بس كمان مره، الفور دي في بيت مين؟ 100,000. ده دي اكبر منها، ما تنفعش. ركز بقى. طب الفور دي 100 يبقى دي قدها 100 مره، ما تنفعش. يبقى دي كمان ما تنفعش. تعالى بقى بص هنا، ده 4,000 دي 40,000 يبقى دي قد دي 10 تايمز. افهم حبيبي وروح حل كتير. احل ازاي؟ لا حبيبي ما تحلش، عيد اللي انا بحله معاك. تعالوا ناخد فكره تانية نختم بيها علشان ننقل على افكار تانية. بص يا باشا، ده بيت مين؟ مليار. انت ما قلتليش المليار. تعالى يا عم ناخده. بص حبيبي